بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، أيام الإنسان بيكون غارق بالنعم لكن ينسى أن يعزوها إلى الله، ينسى أن يعزوها إلى الله، لكن بساعة من ساعات الغفلة يفتقد بعض النعم. والله أيها الإخوة، صديق صديقي درس بفرنسا اختصاص نادر وتعين ببلدنا بمرتبة عالية جداً دون الوزير بقليل، وبيت بأرقى أحياء دمشق ومركبة وشباب، هو شاب وسيم أموره كلها كما يتمنى. فقد بصره، يعني راعوه شهر يرسلون له البريد إلى البيت، وموظف كبير يقرأ له المعاملة يقول له موافق ما لي موافق، بعدين سرح. زاره مرة صديقي قال له والله أتمنى أن أتسول في الطريق وليس في ملكي إلا هذا المعطف وأن يرد الله لي بصري. بيكون في أسباب بين إيديك، تفقد وحدة تتذكر الله عز وجل، ليتك تذكره والدنيا بين يديك، ليتك تذكره وأنت معافى وأنت شاب وقوي. المشكلة نحن جميعاً من دون استثناء عند الشدة نذكره،